كان الكتاب بيقول عن الله انه هو الحق، فاذا كان الانسان عايز يعيش مع ربنا فهو يعيش في الحق، اما لو عاش في الخداع طب ازاي يطلع فوق في السماء يقول يا رب انا عايز اعيش معاك؟ كل يوم نقف مع حضراتكم عند شخصيات مصرية مثيرة أثرت وأثرت وعملت تفاصيل كتيرة جدا مع المصريين، ما بين بقى في الوقت الحالي، وساعات بنروح برضو لمعلومات أكتر وأسرار دقيقة جدا بتبقى جديدة وموجودة عن شخصية موجودة أو شخصية من الشخصيات اللي رحلت عن عالمنا لكن أعمالها لسه باقية. النهاردة معانا مين؟ النهاردة معانا شرير السينما المصرية، واحد من الناس اللي وجوهها كانت مألوفة بالنسبة للمصريين والأجيال الجديدة بتتفرج على السينما القديمة وبتشوفه شرير جدا، لكن في الحقيقة هو كان قلبه طيب جدا وحياته كان فيها تفاصيل كتير. النهاردة معانا مين؟ معانا الفنان الجميل الراحل محمود المليجي. خليكم معانا نشوف قصة محمود المليجي ونرجع نكمل معاكم في أحلى صباح في مصر. بنظرات ثاقبة وكلمات تحمل الكثير من التهديد، اشتهر بأدوار الشر في السينما المصرية، إلا أنه حينما أتيحت له الفرصة للتخلي عن أدوار الشر، أبدع في تقديم شخصية الفلاح المصري محمد أبو سويلم في فيلم الأرض. لما كانت حياتنا متعلقة بشعرك وبيننا وبين الموت خطوة واحدة، ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. هو الفنان العبقري محمود المليجي الذي ولد في 22 من ديسمبر عام 1910 في حي المغربليين بمحافظة القاهرة. بعد فترة انتقلت عائلته إلى حي الحلمية، وهناك أكمل تعليمه الأساسي، وبعدها التحق بالمدرسة الخديوية للحصول على شهادة التعليم الثانوي، وخلال هذه الفترة بدأ يتعلق بالفنون عموما وتحديدا التمثيل. كان الالتحاق المليجي بفريق التمثيل في المدرسة أثر كبير عليه، فقد تدرب على أيدي نجوم كبار أبرزهم جورج أبيض، وفي مطلع الثلاثينيات شاهدته الفنانة فاطمة رشدي أثناء تقديمه إحدى العروض المسرحية، فعرضت عليه الانضمام إلى فرقتها مقابل 4 جنيهات شهريا، وبالفعل وافق على العرض. أثناء عمله في فرقة فاطمة رشدي التقى حب عمره الفنانة علوية جميلة، وكان وراء تعلقه بها قصة مؤثرة. ففي أحد الأيام سافرت الفرقة إلى رأس التين لتقديم عرض مسرحي، وأثناء التحضيرات تلقى نبأ وفاة والدته، مما أصابه بالصدمة، خصوصا أنه لا يملك تكاليف السفر وإجراء مراسم الجنازة. لتقوم علوية على الفور ببيع أساورها الذهبية وأحضرت النقود اللازمة للسفر وإقامة جنازة والدته. وفي عام 1939 تزوج المليجي من علوية جميلة، كما قدم سويا عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة. تألق المليجي مع فرقة فاطمة رشدي دفع الفنان الكبير لترشيحه لبطولة فيلم سينمائي بعنوان الزواج، إلا أن العمل فشل فشلا ذريعا، مما دفع المليجي لترك التمثيل والاتجاه للعمل كملقن في فرقة يوسف وهبي المسرحية، أي أن دوره يقتصر على تلقين الممثلين أدوارهم من الكواليس. انت يا ابني خايف نكسب القضية من حياة تطمن، هخسرها 99% هخسرها وهيحكموا عليك وهيكون حكم قاسي قوي، وللمرة المليون هيقولوا عليا محامي حمار. نعمل ايه؟ اسمتنا كده، حمار بيترافع عن حمار. بعد فترة عصيبة على المليجي أتيحت له فرصة إظهار مواهبه الفنية مجددا عبر المشاركة في فيلم وداد عام 1936 أمام السيدة أم كلثوم، ليختاره بعدها المخرج إبراهيم لاما لأداء دور بفيلم قيس وليلى عام 1939. القفلة اتنهرت والدين ركبني من كل ناحية. قفلة؟ قفلة ايه يا ابني؟ قفلة البضايع اللي كان جاية من الشام، واخد عربون من تجار وفي ذمتي فلوس كتير.
مسيرة المليجي الفنية ضمت أكثر من 400 عمل فنية، لكنه اكتسب شهرة واسعة بتقديم ثنائي فني مع ملك الترسو فريد شوقي الذي كان يعتبره صديق عمره رغم عدائهما الشديد أمام الكاميرات. مش أنا اللي قتلتها، مش أنا، وعاوزني أصدق أنت اللي قتلتها. أنا هخلص عليك قبل ما أسلمك. أمال مين؟ اتكلم. مشاني مشاني مشاني. اشتهر المليجي بأدوار الشر ورئيس العصابة والفتوة والمعلم، فاستحق لقب شرير الشاشة، إلا أنه في عام 1970 كان على موعد مع محطة أظهرت جانبا آخر من موهبته الفنية، بعدما اختاره يوسف شاهين لتقديم شخصية محمد أبو سويلم في فيلم الأرض، ليبدع ويقدم واحدة من التحف الفنية الخالدة في ذكرى السينما المصرية. تفضل يا شيخ حسرونة. أدي عبد الهادي، وادي محمد، وادي دياب، وادي عبد الرحمن، وغيرهم كل اولاد البلد قاعدين يتفرجوا علينا واحنا حاطين ايدينا على خدنا وعمالين نتكلم ونلطم زي النسوان. قضى المليجي حياته بين أماكن التصوير ولم يكن يدري أن رحيله سيكون في نفس المكان الذي طالما أحب التواجد به. ففي 6 يونيو عام 1983 وخلال تصويره فيلم أيوب، توفي أثناء جلوسه مع الفنان عمر الشريف في الكواليس متأثرا بأزمة قلبية حادة، ليرحل عن دنيانا تاركا وراءه زخما من الأعمال الفنية لو ظل المليجي الشرير الذي أحبه المصريون. حياتهم كانت بسيطة وذكرياتهم حلوة، حتى لما بنفتكرها بنلاقي متعة في الذكرى نفسها. طبعا زميلنا أحمد رجب مدير